المرونة المسامية الكثافة. لدى شعرك الكثير من الخصائص التي يجب معرفتها قبل بدء أي علاج أو إجراء عليه. هل سمعت يوما أنه إذا كان الشعر مساميا جدا فقد لا يؤثر عليه العلاج؟ ولكن كيف يمكنك معرفة مدى مسامية خصلة الشعر؟ سأوضح لك كيفية إجراء تحليل للشعر للتأكد من حصولك على جميع المعلومات اللازمة قبل البدء بالعلاج. أولاً، يجب تمشيط شعرك قبل البدء من الجذور إلى الأطراف، فمن الصعب إجراء تحليل مع وجود مجموعة من العقد التي تعترض طريقك. الآن حان الوقت لإجراء اختبار المرونة. تقيس المرونة مدى تمدد وتقلص خصلة الشعر. من المهم أن يتمتع الشعر بقدر صحي من المرونة، لأنه عندما لا تنثني خصلة الشعر فإنها تنكسر، يصبح الشعر بالتالي هشاً وضعيفاً، مما قد يؤدي إلى تفاقم التجاعد أيضاً. لإجراء هذا الاختبار تكفي خصلة شعر واحدة. من المهم التأكد من القيام بذلك مع أجزاء مختلفة من الشعر، أجزاء قريبة من الجذور ثم أخرى قريبة من الأطراف، ومناطق مختلفة من الرأس. شدي الخصلة برفق بين أصابعك. المرونة المثالية للشعر هي عندما يمتد إلى ضعف طوله تقريباً، ثم يعود إلى طبيعته. من خلال التغذية السليمة والترطيب اللازم، من السهل استعادة المرونة قبل القيام بأي إجراء على الشعر إذا لزم الأمر. الآن لننتقل إلى اختبار المسامية. يقيس هذا الاختبار كمية المواد المغذية والمرطبة التي يمتصها الشعر أو يتركها. هذا اختبار مهم للغاية عندما يتعلق الأمر بتطبيق أي إجراء على الشعر. افصلي مجموعة خصلات من شعرك، ثم باستخدام السبابة مع الأصابع الوسطى قومي بتمشيط الشعر برفق وانتقلي من الأطراف إلى الجذور. لاحظي مقدار الشعر الذي يتجمع في الجزء العلوي عند الانتهاء من هذه العملية. المزيد من الشعر يعني المزيد من المسامية والعكس صحيح. المسامية المتوسطة هي التي تعتبر صحية للشعر. إجراء اختبار الكثافة هو الأسهل من بين الثلاثة اختبارات. الكثافة ليست مثل الحجم. تقيس الكثافة كمية الشعر على فروة الرأس، بينما يقيس الحجم مدى سماكة الخصلات. يعد تكوين فكرة عن كثافة الشعر أمراً مهماً، لأنه يؤثر على مقدار المنتج الذي يتعين عليك استخدامه في شعرك. تعتبر الكثافة مهمة أيضاً لأنه في بعض الأحيان قد يكون لديك شعر أكثر كثافة على طول الأطراف مما هو عليه على الجذور. يمكن أن يمنحك تحليل كثافة الشعر فكرة عما إذا كان الشعر جاهزاً للعلاج، ويمكن أن يمنحك أيضاً فكرة عن العلاج الذي قد تحتاجينه بالتحديد. قومي بشق الشعر من الأعلى حتى المنتصف واجمعي حفنة صغيرة منه واربطيها برباط شعر. ألقي نظرة الآن على مدى سماكة ربطة الشعر. يمكنك استخدام شريط قياس إذا كنت ترغبين في ذلك. كلما زاد سمك حفنة الشعر زادت الكثافة. والآن أنت جاهزة لبدء أي علاج أو إجراء على شعرك، لذا اضغطي على إعجاب واشتركي في قناة مترو برازيل، وتذكري الضغط على الجرس وتشغيل الإشعارات.